أكدت إدارة المسؤولية المجتمعية بالشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة شراء عدد 220 أسطوانة أكسجين وفقا لطلب وزارة الصحة بولاية نهر النيل، وتجاوبا مع تحديات وباء كورونا وسد فجوة أزمة الأكسجين بمستشفيات نهر النيل والمراكز الطبية العاملة ميدانيا. وأكدت الشركة السودانية التزامها التام تجاه مواجهة المشكلات التي تقف عقبة في مناطق الإنتاج، وأوضحت أنه تم شراء هذه الأسطوانات ضمن برنامج المسؤولية المجتمعية للشركة السودانية للموارد المعدنية للعام 2020.